ذكرها. بس هذا شعارنا. نعم، إذا شئت النجاة فزر حسين غدا تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزور، بس ما نوصلكم وننظر ذيك لقبور، ندخل الحاير بالبواكي ولطم الصدور، ونحوم مثل الجلاب لو فارق حمية، ونشوف عد رجلك علي حسين مدفون، وتهيج زفرتنا ويقرح ماي العيون، ونتذكر وقوفك عليه بقلب محزون. محن الظهر وتصيح يا ابني قطعت بيا، وبكل فريضة تروح للحاير الشيعة، ومن مشهدك تطلع وتقصد للشريعة، تزور القمر الأزهار أبو جفوف القطيعة، شيال رايتكم وسور الهاشمية. نعم، كل زائر يتذكر هذا الموقف. أي موقف؟ زيارة زينب إلى قبر الحسين، حينما جاءت إلى زيارة قبر أخيها ماذا فعلت؟ ألقت بنفسها على القبر الشريف وهي تنادي وأخاها حسينا، تقل أخويا جينا وعلى قبرك قعدنا، نخيناك يا عزنا وضمدنا، هاي المحامل قوم ردنا لعند المدينة الوطن جدنا. اي والله ما هم ناس بين رجايا، يا وحدنا. لسان حالها قبر الشهيد ابن أمي، بانت لنا أنوار قبر عسي الوالي، ما تنقطع زوارا. نعم، هنيئا لتلك التربة التي تضمنت جسد الحسين، طوبى إليك من تربة يا الساطعة بنوارك، يوم القيامة الجنة مكتوبة لزوارك أبدا، فلا يتحاسب من يندفن بجوارك، إكرام للي تعفرت في تربتك خدين. لكن يا كربلاء نلت الفخار دون الأراضين، ونلت الشرف يا غاضرية بذبحة حسين، تعنالك الزوار من كل البلادين. لا وين يا زوار قالوا الغاضرية. نعم، كانت تقوم من قبر وتجلس عند آخر، بعد أن فرغت من زيارة القبور التفتت يمينا شمالا، جاء إليها مولانا زين العابدين، عم ماذا تريدين وأنا أعلم ماذا تريدين؟ قالت نعم، دلني على قبر ابن والدي
جاء بها إلى العلقم أهوت على قبر العباس وهي تنادي على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم لكن جيناكم يا أبو فاضل ولجيتوا تنزلونه وهي الروس جبناها منكم نطلب العون لكن راس حسين سمحوا لي تراه مكسرة أنا منين أبو فاضل أقعد وركب جفوفا فوق زنده وقل الحرم صارت بشدة بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا نذر علي لئن عادوا إلهي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم ونقسم عليك بمحمد وآل محمد فرج عنا يا الله. أخواني أرجو المعذرة تجاوزت وقتي مقدار 5 دقائق. من اجتمعنا لأجله وسببه اللهم ارحمه برحمتك وأسكنه الفسيح من جنتك اللهم جافي الأرض عن جنبي أصعد بروحه إليك ما أتاك اللهم به من عمل صالح فتقبله منه وضاعفه له وما أتاك به من عمل سيء فتجاوز اللهم عن سيئاته واغفر لنا وله واجعله عندك في أعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين اللهم احشره في زمرة محمد وآل محمد إلى روحه وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.